هي هو من شغلة. ناحية ضربنا مثال الغسيل لما كان بالسبعينيات غير متاح للجميع، والناس بجوز في ناس ما تتخيل هذا الكلام وتقول انه قاسي جدا، بس انا بحين اذكر الناس جميعا اللي هلا عم يسمعونا بالفيديو، نحن هلا تاريخ اليوم هو 5/7/2023، يعني احنا بعام 2023، لسه الكوفيد ما خلص، الكوفيد بعده صحيح. موجود. من سنتين فقط، من سنتين فقط، وبعدة أماكن بالعالم، منها الولايات المتحدة ومنها إيطاليا وفرنسا، بعدة أماكن من العالم الغربي اللي هو اللي يفترض يكون كله متاح للخدمة الطبية، ما في أكثر من الأجهزة، لا، وصلنا لمرحلة بسبب إنه كل المرضى صاروا جزء كبير من المرضى بحاجة لتنفس صناعي، صار لازم نعمل كرايتيريا أو معايير محددة مين بينحط على الجهاز وبيعيش أو ممكن يعيش، وممكن ومين من الاول بيقول له روح على بيتك. في ولايات بامريكا، بتكساس اظن صار هذا الكلام، بنيويورك صار، بايطاليا، انه ما في مجال بالمشفى، روح موت ببيتك. صحيح. صار وخلي وشفناه بعيننا يعني.